طبعا ما فينا ننكر، يعني نحن اللي بيشوف خط البياني اذا بدنا ننظر بشكل عام، يعني من عام 2015 او خلينا نقول 2014 كان استقبال كثير جيد، 2015 تم اقرار قانون اقامه مؤقته. اللي بيشوف التطور من عام 2015 لليوم بيشوف انه منحنى بياني عم بينزل كثير لتحت، الغاء كثير من المساعدات، الغاء كثير من عقود العمل اللي كانت داعمه للمراه ودخولها للمجتمع ولا يعني لسوق العمل، الغاء كثير من الشغلات اللي كانت جيده وتعتبر محفزات وداعم للشخص اللي جاي الجديد لحتى يدخل ان كان على سوق السكن او سوق العمل او الى اخره. الانكار انه احنا ننكر انه هاي الحكومه راح تكون جيده بالنسبه لي كمهاجر، ما فيني انكر، لا هي راح تكون حكومه سيئه للاسف. انا متوقع يعني بظل الحكومه الماضيه تم تغيير فقط على سوق العمل حوالي 70 قانون. هاي الحكومه راح تغير اكثر من هيك بكثير من قوانين، وللاسف راح تغير القوانين اللي تطال المهاجر بشكل مباشر. فنحن مقبلين على مرحلة غير جيدة. اللي بشوف صار في توزيع لجان البرلمانية بالأسبوع الماضي، الحزب العنصري للأسف حصل على رئاسة أهم اللجان، منها لجانة العدل، لجنة وزارة العدل، لجنة وزارة الخارجية، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة العمل. وللأسف دون اللجان يعني العمل فهو مرتبط فيك بشكل مباشر، العدل الهجرة تحتها تيجي تماما. فبالتالي أنا متوقع يتم إصدار قوانين كتير سيئة. للأسف في تنويه كتير صغير الناس ما بتنتبه له، هذا الحزب علاقته مع الأنظمة الدكتاتورية هي علاقة جيدة، يعني هو إنسان شايف هدول الدكتاتوريين أشخاص جيدين تماما، فهو عبارة عن كمان أرسل وفد في أحد المرات للقاء النظام السوري. هلا انا ربطتها لما هن استلموا وزاره الخارجيه او لجنه الخارجيه، فبالتالي راح يصير هاي قراءه مستقبليه، يعني ممكن تحمل الصح او الغلط، ولكن بشوف انه ممكن يصير في اعاده لتطبيع العلاقات مع بعض الانظمه اللي موجوده بالشرق الاوسط. لانه هن عباره زي ما حكيت هن ناس مؤيدين للانظمه الدكتاتوريه، ما عندهم مشكله بهذا الموضوع. فالوجه الخارجي او الوجه الخارجي للسياسه السويديه مقبل على تغير. امبارح احد يعني هذا الشخص من الاشخاص عم بيطالب بتعديل قانون التمييز العنصري. قانون التمييز العنصري اللي هو بيحمي المراه، بيحمي الناس مثلا المقعدين، بيحميني انا كشخص اجنبي بسوق العمل، الاشخاص اللي عندهم وضع جنسي معين. للاسف يعني وصلت المرحله انه صار في عنده جرأه يقول انه لازم نعدل هذا القانون. فايتها هيك، فانا متوقع للاسف راح يكون الموضوع ما له سهل علينا.